طيب معانا أجنحة الفراخ اللي هتتعمل في الطاسة، معانا زبدة وزيت، ومعانا أجنحة، ومعانا ملح وفلفل وبهارات دجاج، ومعانا للصوص مستردة وكاتشب وعسل أبيض، ومعانا خل وعصير ليمون وبقدونس مفروم. حلو، تعالوا بقى نجيب كده شوية من الزيت. بسم الله. وكمان يلا بينا، وهناخد كمان قطعتين من الزبده، حلوين بس ها، عشان هي ايه الطعم كله هيبقى في الزبده والتوابل اللي احنا هنديها لها. هناخد معانا الفراخ بقى كده، عايز بس ايه البس حاجه كده عشان ايه اتعامل براحتي. بصوا عايزه اقول لكم الاجنحه دي تقدري تعمليها ب 100 طريقه، واحلى ميزه فيها انها بتستوي بسرعه جدا. انا مستعجله، انا جايه من شغلي، انا جايه من بره، ايا كان ايه ظروفك هتلاقي نفسك بتعمليها في ثانيه الا ثانيه فعلا. بصوا، ودي بقى لو انت عايزه تدخلي بقى بنتك ولا ابنك معاك المطبخ وعايز يبدع كده زي كنوزه حبيبتي اللي كلمتني دلوقتي، الوصفه دي بتاعتك، لان انت هتدخليها تقدري بقى تعملي لها الصوص بقى، تقعد تقفل لك الصوص، تقدر تقف معاكي تعلميها تقف على البوتاجاز لو هي كبيره شويه، واحده واحده كده معاكي وانت واقفه يعني مراقبه عليها. ما ينفعش نسيب ولادنا في المطبخ ونخرج. اهو سمي بالله ونقول الو يا ام اسلام. ازيك يا شيف عز؟ ازيك يا قلبي، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. سلامة توتة، الف سلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يخليكي. هو الباب ده مش مخلي حد بصراحه. مش مخلي، عارفه بنجري منه بنستخبى. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي، قولي لي ليكي اي سؤال؟ بس عايزه اعمل اهداء لابني. اتفضلي يا قلبي. بقول لك كل سنه وانت طيب يا محمود، والسنة الجاية إن شاء الله تكون في بيتك يا رب. إن شاء الله كل سنة وأنت طيب يا محمود، وإن شاء الله ماما تفرح بيك يا حبيبي. يا رب يخليك، ربنا يخليهم لك يا رب يا حبيبتي، تفرحي بيهم كلهم. ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا لاتصالك، نورتيني. بصوا زي ما أنتم شايفين كده هنسيبها على الجنب ده لحد ما تاخد لون حلو عشان نكمل بيه الوصفة، وهنقلبها على الوش التاني. حلو الكلام؟ طيب الصوص اللي احنا هننزلها فيه اللي هو عبارة عن مستردة وكاتشب وعسل ابيض وخل وليمون وبقدونس، تعالوا نجمعوا كده مع بعض. بسم الله.